هل يمكن أن تعود عن هذا القرار في يوم ما؟ ممكن، ليه لا؟ بس الإعلام بيتغير والدنيا بتتغير كتير جدا. حضرتك شايفة دلوقتي الديجيتال عامل ازاي، حاجات زي نتفليكس، حاجات البلاتفورمز اللي طلع جديد. يعني انا قصدي الدنيا بتتغير بسرعة قوي، فلو دخلت في حاجة ممكن ان شاء الله تبقى حاجة مميزة وحاجة ليها فيوتشر، ليها مستقبل كبير. فممكن، ليه لا؟ انا بقول لحضرتك انا مغرم بالصناعة ومش بالبيزنس، فالإعلام دي صناعة كبيرة جدا وكل يوم بتتغير. لو جات لي فرصة ان انا ممكن ان انا اساهم فيها، وفرصة درستها مع التيم بتاعي والشباب الموجودين في التيم، ممكن ان انا ادخل في الإعلام تاني، ليه لا؟ طيب بما